قال وزير الأوقاف سام الأزهري إن بناء الإنسان هو أحد المحاور الأربعة التي نعمل عليها، وهي البداية الحقيقية لتجديد حقيقي للخطاب الديني والاجتماع كافة مكونات المؤسسة الدينية تحت راية الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء الإنسان هو بداية بناء الوطن، وبناء الإنسان مهمة متكاملة لابد فيها من بناء الإنسان في جانبه القيمي والأخلاقي، ولا بد فيها من بناء الإنسان في جانبه الجسدي بتوفير الصحة الجيدة، ولا بد فيها من بناء الإنسان في جانبه العقلي والعلمي والمعرفي من خلال التعليم الجيد. صناعة كبيرة ومهمة مقدسة تتضافر فيها كافة قوى الوطن من أجل بناء الإنسان. بداية جديدة مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبناء الإنسان. بداية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.